السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك حبيتي في فيديو جديد من قناة فنحس. ونعم على طلبكم إن شاء الله شنطة مخرمة سهلة وبسيطة تقدري تستعمليها للدروس، للنادي، للتسوق، للجامعة. هتحطي فيها خضار، حتى تاخد بصي حتى إزازة المية، وتاخد المقلمة، وتاخد بوك. بصي لسه في مكان كتير فاضي، تقدري تعمليها كده، تشيلي فيها حاجات بتاعتك، او تعملي لها بطانه وتعملي لها زوسته وتبقى شنطه خروج عادي كبيره وتشيل كتير. تقدري تكبريها عن كده او تصغريها عن كده زي ما احنا قايلين في الفيديو. سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده. تقدري تعمليها باي خيط متاح عندك، سهله وبسيطه. ابتدي بسم الله. عملت 47 غرزه، ده اليسا كوتون جولد بابره رقم 3.5، وده خيط قادسيه بابره رقم 4 برقم 4 ملم. اوريكي ان نفس الخطوات هنا عملت 22 سنتي، هنا عملت 26 سنتي. فكل ما سماكه الخيط بتكبر او الابره بتكبر، المقاس بيكبر معاكي بنفس عدد، بنفس الخطوات بتاعتك. هلف كده، ده الخيط القصير فوق اهو، هدخل الابره من هنا واسحب الخيط القصير، هاخد لفة وأعمل سلسلة. لفة، 2 3 4. عملت 47 غرزة، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هاخد لفة، هاخد لفة وعيد 1 2 3، وفي رقم 4 هدخل وأعمل عمود. لفة لفة وأخرج من حلقتين، لفة وأخرج من حلقتين. هدخل في السلسلة اللي جنبيها، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين. لفه وادخل في السلسله اللي جنبيها، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين. هعمل عمود في كل غرزه لغايه ما اوصل لاخر السطر. عندي 45 عمود غير السلاسل الاولانيه، واخر عمود غير العمود الاخير. اخر عمود ده هعمل اخر سلسله، هعمل جواها 3 اعمده. ادي 1 2 جوه نفس السلسلة، 3. هاخد لفة، ماليش دعوة بالتلاتة دول، اللي هو العمود ده هعمل فوقيه عمود. ادي 1 وعمود فوق العمود التاني، يبقى هعمل 45 عمود فوق ال 45 عمود غير التلاتة دول. هنا عملت 45 غير التلاتة اللي في الجنب، وهنا اخر عملت في اخر غرزة عمود، وهقفل في 1 2 في تالت سلسلة من تحت او الاولى من فوق كده، غرزة منزلقة. مجموع الاعمدة 96 عمود، 1 2 3 سلسلة. لفة 2 على الابرة، هدخل في الغرزة اللي جنبيها واخد لفة، لفة اخرج من حلقتين، لفة اخرج من حلقتين، لفة اخرج من حلقتين كده، عمود لفتين لفتين، وادخل في الغرزة اللي جنبيها، لفة واخرج، لفة اخرج من حلقتين، لفة اخرج من حلقتين، لفة اخرج من حلقتين، لفتين على الابرة، وادخل في الغرزة اللي جنبيها، لفة واخرج، لفة اخرج من حلقتين، لفة اخرج من حلقتين، لفة اخرج من حلقتين. هعمل فوق كل عمود عمود بلفتين لغاية اخر السطر. ده شكلها اخر السطر، وهاجي هشبك هنا اول. هنا عندي سلاسل، هضرب في 1 2 في رقم 3 من تحت او الاولى من فوق، وغرزة منزلقة كده. هدخل تاني كده هنا واعمل منزلقة عشان اكد الغرزة، وبعدين اعمل 1 2 3 4 سلاسل. هاخد لفة 2 على الابرة، هسيب العمود ده فوق العمود هنا، هعمل عمود بلفتين سلسلة، لفة 2 على الابرة، هسيب عمود، وفوق العمود اللي بعديه هعمل عمود بلفتين سلسلة، لفتين، هسيب عمود، وفوق العمود اللي بعديه هعمل عمود بلفتين. وده لغاية اخر السطر. اخر السطر هعمل سلسلة. بصي بقى عندي عمود واحد
بس انا هتجاهله وهعد واحد اتنين تلاتة واسيب واحدة طبعا فوق واعمل منزلقة. واحد اتنين تلات سلاسل، هاخد لفة في الفراغ ده هعمل عمود بلفتين، اقفل قفلة والتانية لفتين وعمود فوق العمود، واحد لفتين وعمود في الفراغ، لفتين وعمود فوق العمود، لفتين وعمود في الفراغ، وهكذا لغايه ما اخلص السطر. ده شكلها اخر سطر. هسبق على طول في اول غرزه هنا فوق بغرزه منزلقه، واحد اتنين تلاته اربع سلاسل، هاخد لفتين هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي جنبيه، سلسلة لفتين هسيب عمود وفوق العمود اللي جنبيه هعمل عمود، هعمل سلسلة هاخد لفتين هسيب عمود وفوق العمود اللي بعديه هعمل عمود، سلسلة هاخد لفتين هسيب عمود وفوق العمود اللي بعديه هعمل عمود، وهكذا هعمل بتبادل صف كله أعمدة وصف أعمدة وفراغ لغاية سطر رقم 18. شاطر لغاية سطر رقم 18. حطيت ماركر على بعد 8 سنتي و 8 سنتي من ناحيتي. انا سايبة في النص حوالي 20 عمود، 2 4 6 8 كده 20 عمود بين هنا وهنا، وشبكة كده هي هشبكه من هنا لهنا دي عشان ايدي تبقى في النص. رقم 19 سلسلة، هدخل في نفس الغرزة واعمل حشو، حشو في الغرزة اللي جنبيها، حشو في الغرزة اللي جنبيها، حشو في الغرزة اللي جنبيها، هعمل حشو لغاية ما اوصل للماركر. برضو في الغرزة اللي فيها الماركر، وبعد كده هعمل 85 سلسلة، واحد اتنين تلاتة، عملت 85 سلسلة. هدخل في الغرزة اللي فيها الماركر هنا، وهعمل حشو في الغرزة اللي جنبيها، حشو في الغرزة اللي جنبيها، حشو في الغرزة اللي جنبيها، لغاية ما اوصل الماركر التاني، وبعد كده هعمل 85 سلسلة زي دول وهشبك هنا واعمل حشو حشو لغاية ما اوصل لاخر السطر. اخر السطر هفلوك هنا بغرزة منزلقة شكل الايدين، سلسلة حشو في كل غرزة زي الدور اللي فات لغاية ما اوصل لهنا. اخر واحدة قبل الايد كله حشو. ماشي، عند الايد بقى شايفة السلاسل دي، انا هلفها وهجيب الحلقة الخلفية في الايد. تمام، بصي عندك هنا حلقتين قدام اهو، في حلقة خلفية وهعمل منزلقة، هدخل في الحلقة الخلفية واعمل منزلقة في الحلقة الخلفية واعمل منزلقة، هدخل في الحلقة الخلفية واعمل منزلقة، هكمل كده لغاية ما اوصل الناحية التانية. عملت الايد واجي هنا اهو، هعمل غرزة حشو في كل غرزة واكمل الايد التانية لغاية اخر السطر. اخر السطر هدخل في اول غرزة واقفل بغرزة منزلقة. اخر سطر هقطع دي كده واسحب دي، هجيب ابرة وادخل هنا، بصي كده اهو تحت دي كده كده، واسحبها هنا كده، تبقى زيها زي السلاسل عادي. هبدا بقى اخفي الخيط ده بس بطريقه نظيفه في قلب الغرز لغايه ما انهيها، اقص الزياده
سهله وبسيطه، يا رب اكون فطور ونكون سهله عليكم. لايك وشير الفيديو، احبكم جدا، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.